you. Thank you. Whoa. After the last two days, خلال اليومين الماضيين كنت فخورا أن أكون تابعا للحزب الديمقراطي. And I am very grateful to وأنا ممتن the Republicans and independents للجمهورين والمستقلين الذين التحقوا معنا هنا. وأنا أشعر الآن بشيء أفضل. I've seen all these things that لأن كل هذه الأمور وحتى أنا لابد أن أتذكر من وقت لآخر أن يكون هناك قوة دافعة. أنا سعدت بوجود أوباما هنا. وأيضا هيلاري كان لها خطاب رائع. I love seeing all these young leaders. أحب أن أرى كل هؤلاء القادة العظام الذين يأتون هنا ويتحدثون والذين تولوا الرئاسة بعدي. أنا أشعر بتحسن الآن وأشعر بكل هذه السعادة. أود أن أقول كلمة في هذا الشأن بشأن الرئيس بايدن. لابد أن نتذكر he had an improbable turn that made him president. كان هو رئيس البلاد خلال الفترة الماضية وكانت هناك جائحة وكان هناك أزمة اقتصادية. هو عمل على رعاية المرضى والإصلاح الاقتصادي. وقام بدعم كل الأمور اللازمة لدعم الأمن والسلام ودعم أوكرانيا والسعي إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. وبعد ذلك فعل شيئا إضافي وقد تطوع بدعم القوى السياسية. George Washington knew that. جورج واشنطن يعلم ذلك تماما وهو فعل ذلك. And he set the standard. وهو وضع كل المعايير للخدمة وكافة الخدمات الإلزامية وقد ساعد في توريث هذا الإرث وقام ونحن نعمل على دعم هذا الإرث لجو بايدن. And it's a stark contrast. وهناك فارق كبير فيما يحدث في هذه الأمور. فبالتالي أتوجه له بالشكر لكل هذه الشجاعة والعاطفة الذي تميز بها ولكل ما قدمه من خدمات وتضحيات. جو بايدن شكرا. He kept the faith and he's لقد حافظ على كل هذا الكفاح. لابد أن ننتقل إلى الخطوة التالية. منذ يومين بلغت من العمر في الثمانين. And the only personal vanity I want to assert وأود أن أؤكد أن لا زلت أكثر شبابا مقارنة بدونالد ترامب. في الليلة الماضية ما رأيته كان محركا لكل المشاعر. لقد رشحنا كامالا هاريس وتيم والز. يمكن أن نفكر في هذا الشأن. قائدين من الأمريكيين وأيضا لديهم الكثير من القدرات. ما يحدث هنا في الولايات المتحدة أمرا متفردا. قائدين
أنقذوا حياتهم في الدعم كل الوظائف وفعل كل ما يملى عليهم. كل ما لاحظته خلال حياتي الماضية أن الانتخابات الرئاسية أمرا فريدا بكل الطرق. في البداية هي أعظم وظيفة في العالم. ثانيا، الدستور يقر أننا الشعب من لنا القرار. وثالثا، أن كل أربعة أعوام نحن نغير شروط ومطالب هذه الوظيفة. فبالتالي هذا ما أفكر فيه. خلال هذه السباقات الرئاسية وكل ما تتسم به من مراحل، نعمل على دعم رئيسنا من أجل دعم مستقبل أفضل لبلادنا. لابد من دعم الرئيس ورؤيته من أجل حل كل الخلافات ودعم الأمن والاستقرار بشكل أكبر ودعم الحريات التي نتمتع بها بشكل أكبر ومدها إلى الآخرين. نحن الشعب لابد من اتخاذ القرار النهائي بشأن كل هذه المسائل. وكل أربعة أعوام الأمر يختلف، ذلك لأن الشعب يضع المرشحين. وكما نقول وكما قلناها، هذه هي مشكلاتنا لابد من حلها. هذه هي فرصنا لابد من استغلالها. هذه هي مخاوفنا لابد من حلها. هذه هي أحلامنا لابد من تحقيقها على أرض الواقع.